ولمزيد من التفاصيل حول ملف الحوار العراقي الأمريكي المرتقب الشهر المقبل والحد من النفوذ الإيراني في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث ودراسات الأستاذ كامل حساني. أهلا بكم أستاذ كامل. أهلا بك. أستاذ كامل، كيف تقرأ توقيت هذا الحوار الذي ينتظر أن يجمع واشنطن بحكومة الكاظمة الجديدة؟ يعني هذا خطة الحوار كانت قد طرحت حتى أيام الحكومة المستقيلة بعد المواجهة التي حصلت بين الميليشيات المدعومة من إيران والحكومة العراقية بسبب الوجود الأمريكي، وخاصة بعد استهداف قتل سليماني وأبو المهندس، وطلبات بإعادة النظر بالوجود الأمريكي. أعتقد أن التوقيت سيكون مناسب للحكومة الجديدة إذا كانت فعلا عندها المهارة والقدرة على إجراء مفاوضات متكافئة تحرص بها على مصالح العراق، وتسخر إمكانيات الأمريكان لمصلحة العراق، خاصة في ظروف اقتصادية صعبة وظروف وبائية معقدة، وبالإضافة إلى الوضع الإقليمي الدقيق ليعيش العراق في وسطه. نعم أستاذ كامل، المطلب الأمريكي الأساسي في هذه المفاوضات يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما يهدد وجود الميليشيات أو ضمها للجيش الوطني. ما مدى استعداد ووجود قدرة للكاظمي على تلبية هذا المطلب الأمريكي والمطلب العراقي أيضا؟ يعني هذه غاية، ولكن الأمريكان واقعيون والعراقيون أيضا واقعيون، خاصة الحكومة العراقية، أنه موضوع الميليشيات موضوع معقد وشائك، والآن هو الطاغي على الساحة والدولة تقريبا رهينة بيد الميليشيات. يعني ونسمع الآن حتى انتصاراتهم على داعش وزمر الإرهاب تجير للميليشيات للحشود وأمثالها وأبنائها، فالأمريكان راح يكونوا واقعين ربما من باب الخطاب الإنشائي يدعون إلى حصر السلاح بيد الدولة وقطع إمدادات الميليشيات الموالية لإيران، ولكن يعني قانون الحشد ونفاذية قانون الحشد والتستر بقانون الحشد من قبل الميليشيات باقي، إلا اللهم أن الحكومة العراقية تعلن بأنها مقبلة على إلغاء قانون الحشد الشعبي، وبالفعل يشهد الأمريكان ويشهد العراقيين بأنه مقبلين على إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، وبالفعل الحكومة تستطيع أن تنفذ خطة أو خطاب أو إعلان حصر السلاح بيد الدولة. يعني هذا اللي ممكن نعلق عليه. أهم الأوراق أيضا التي ستكون في هذه المفاوضات الحد من النفوذ الإيراني، ونعلم كثيرا الحرب بالوكالة التي كانت في العراق في الأيام الماضية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى أي مدى لدى العراق الأدوات الممكنة للتعامل مع هذا الملف لصالح العراق والعراقيين؟ الأمريكان مرة أخرى يعني واقعيون بالنسبة للعراق وعلاقته بإيران، سيطالبون الجانب العراقي بمحاولة قطع الإمدادات الإيرانية وخاصة النشاطات الإيرانية الإرهابية داخل العراق، ويطالبون بتوضيحات، ولكن الأمريكان من الناحية الواقعية هم أدرى أن القيادة العراقية بثقل الإيرانيين داخل العراق ونفوذهم ومصالحهم، يعني هذا اللي بنقوله بهذا الموضوع.
ماذا عن تواجد العسكري الأمريكي والجدل الذي القائم حول انسحاب الجنود الأمريكيين؟ الأمريكان يدعون بأنهم جاهزين للخروج من العراق، وهذا الكلام يعني أعتقد بعيد عن الواقع، لأنه العراق في الحقيقة يعيش كارثة، يعني مثل ما سماه في يوم من الأيام مكيرك اللي ممثل الرئيس الأمريكي في العراق قبل استقالته، قال العراق يعيش كارثة وإحنا موجودين بالعراق يعني جهات إغاثية، إذا خرجنا ينهار البلد بالكامل. وموضوع خروجهم العسكري هذا بعيد، لأنه يعني عندهم مصالح في المنطقة، وانهيار ما تبقى من المنظومة العراقية سيؤثر على خططهم بالمنطقة وسيؤثر على الأمن القومي الأمريكي المتعلق في المنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وحتى الداخل الأمريكي. هذا هو التصور هنا في واشنطن. نعم أستاذ كامل، في ظل كل هذه التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية كذلك في العراق وتهديدات الميليشيات للكاظمي قبل جلوسه مع الجانب الأمريكي، ما هي توقعاتكم لهذه المفاوضات؟ وهل ستكون النتائج لصالح الجانب العراقي برأيكم؟ لا أظن أنه المفاوض الأمريكي سيجد مفاوض عراقي ماهر ومخلص للعراق وللهوية الوطنية، وهم يعني الأمريكان مقدرين هذا الوضع. يعني الحقيقة يعني أيام المفاوضات بالاتفاق الاستراتيجي عام 2008 واحنا كنا نعمل مع بعض الوكالات الامريكيه، وكنا نترجى ونتوسل بالممثلين العراق بالحضور والمفاوضه والحرص على مصالح العراق، وما كانوا يعنيهم او بالاحرى حتى ما كان عندهم مهارات التفاوض، كانوا مشغولين مصالحهم الدوله يعني في حاله فوضى ونهب وسلب، وهم يريدون يتدبرون مصالحهم الوظيفية، وكانوا يحضرون فقط لأداء الواجب يعني بالأمرة، وبدون أن يشاركوا بمفاوضات جدية تؤمن مصالح العراق. بالعكس الجانب الأمريكي والمحامين الأمريكان كانوا أحرص من الجانب العراقي على تثبيت نقاط تخص الجانب العراقي، يعني وكثير من الاتفاقية الاستراتيجية بها كثير من الدعم للموضوع الاقتصادي وللموضوع الإداري وللموضوع العلمي، وعينوا الأمريكان عشرات الوكالات والمؤسسات والمنظمات الأمريكية والعالمية لتنفيذها بدون نتيجة. ليش؟ لأنه الجانب العراقي غير حريص، والاتفاقية لم تكن يعني لا تترتب عليها التزامات من الجانب العراقي، يعني ما تقدر انت تاخذ وزاره العدل مثلا وتحيلها للمحكمه لانه رفضت التعاون مع الجانب العراقي، يعني حتى على مستوى البنك المركزي. نعم. العراقي لما كانت الوكالات الامريكيه تحاول ان تساعده تقنيا فنيا كان يتدللون موظفين البنك المركزي يعني. وانتهت كثير من الجهود بلا نتيجه. اما تساليني على هذه المستقبل المفاوضات، لن تخرج عن اطار دبلوماسي هائم عائم، ويتركون التفاصيل الحساسه الى الملاحق، ربما يعني اذا صارت بها ملاحق تنفيذيه تفصيليه فيما يتعلق بالتواجد الامريكي وحجمه وتفاصيله بالنسبه للموضوع الامني او الاقتصادي والعلمي الى اخره. شكرا جزيلا لكم رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل حسني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.